خطوات الوقاية، طرق الوقاية من هون. سلامتك بكمامتك، حملة أطلقها مجلس ثوار حلب واتحاد الإعلاميين السوريين في مدينة عفرين شمالي حلب لتوزيع الكمامات والبروشورات والقفازات على المدنيين للتوعية من خطر فيروس كورونا، حيث جاب الفريق التطوعي أحياء المدينة. هدف المزيد من إجراءات الوقاية والسلامة من هذه الجائحة الخطيرة التي تمر على مناطق المحررة. طبعا هذه الحملة نستهدف بها شرائح مدنية المتنوعة في منطقة الزيتون، وربما تستمر هذه الحملة ليوم أو يومين أو أكثر إن شاء الله. طبعا من خلالكم ندعو المؤسسات الرسمية والحكومية وندعو أيضا منظمة الصحة العالمية إلى المزيد من التعاطي المسؤول مع هذه الجائحة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المناطق المحررة بشكل عام. 3000 كمامة وبروشور وزعوا في اليوم الأول من الحملة المقرر استمرارها لأيام عدة لتشمل سكان المخيمات أيضا، حيث يهدف الفريق لحض الناس على ارتداء الكمامة وأهميتها في تجنب العدوى بفيروس كورونا. اليوم واجهنا الشباب بمدينة عفرين وزعوا كمامات وكفوف ضد فيروس كورونا، عم يعلمونا شلون في الصبح غسل إيديك وعطونا ورقة عشان نتعلم انه شلون كورونا يحتذر واحد من كورونا. والله كويسة الحملة، يعني مثل ما يقول الناس توعي الناس اللي ما بيعرفوا بهالمرض، ما كنا اولي ما كنا نعرفه. شغلة كويسة يعني الناس الجهلة كذا ما بتعرف تتعلم كمان من كويسة. الله يجزاكم الخير. مختبر الترصد الوبائي في الشمال المحرر ينشر على المواقع الخاصة به إحصائيات يومية للمصابين بكورونا، إصابات بدأت تتزايد بشكل ملحوظ بالتزامن مع تكثيف حملات التوعية، علها تساهم في التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والحد من انتشار الجائحة. مع تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا في مدينة عفرين، تأتي هذه الحملة لتوعية الناس من مخاطر المرض وتشجيعهم على لبس الكمامة ونشر الوعي. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة عفرين.